فكم لهذه التلاوة من أثر على القلوب. ولهذا سبحان الله في الصلوات الجهرية عندما يستمع المسلم هذه المرات المتكررة في أيامه ولياليه لكلام الله سبحانه وتعالى سماعا متكررا، إذا كان هذا السماع عن تدبر فإنه لا ريب في عظم أثر ذلك على القلب. بل كثير من الناس حصل لهم هدايات بهذه التلاوة التي يسمعونها ولهذا الإمام الذي يؤم الناس ويجود ويحسن التلاوة، بل هذه من أعظم الدعوة إلى الخير أن يسمع الناس كلام الله. إذا كان المشرك الكافر سماعه لكلام الله له أثر عليه حتى يسمع له أثر، وكم من كافر مشرك كان دخوله في الإسلام بآية واحدة فقط سمعها، آية واحدة، وهذا خلق في القديم والحديث، آية واحدة حولتهم وكتب الله هدايتهم بسماعها. فكيف الشأن بالمسلم؟ والله يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.